السلام عليكم، عاملين يا شباب؟ رجعنا النهارده تاني نعمل فيديوهات. بقالي فتره كتير موقف فيديوهات بسبب ان كان اخويا تعبان شويه وكنت لازم اهتم بيه الفتره دي. ان شاء الله النهارده هنفتح موضوع الطول، نتكلم فيه شويه، ندردش فيه، عشان دايما بتجيلي اسئله على البيج: يا كابتن انا عايز اطول، يا كابتن حتى 3 سنتي، انا عايز اقدم حربيه، مشكله برضو البنات، انا امتى اخر طولي بيقف. بيتقابلنا مشاكل كتير بسبب الطول، هنتكلم النهارده عنه. يعني ايه؟ هندردش شويه. اول سؤال معانا هيبقى: اخر طولي امتى يا كوتش؟ طيب يا جماعه، احنا عايزين نبقى عارفين ان اخر طولك في البنات هيكون 18 سنه وفي الولاد هيكون 21 سنه. في بعض الجينات ممكن توصل ل 22 سنه في الولاد وفي البنات 19 سنه. طب انا ازاي بطول يا كوتش؟ بص يا عسل، دلوقتي انت العظمه بتبقى لها راس كده فوق وراس تحت، والعظمه ايه؟ تحت، تمام؟ في النص كده. في غضروف قبل الراس اللي فوق وغضروف قبل الراس اللي تحت. مع تقدم العمر وانت لسه في مرحله النمو بيبدا الغضروف ده يختفي تدريجيا وتطول، يختفي وتطول لحد ما بتوصل السن اللي هو اخرك 21 سنه وبيختفي خالص وبتبقى العظمه دي حته واحده. طب انا لو عملت اشعه، دايما كده بتشوف في الاشعه وانت تحت قبل سن النمو، تلاقي ان العظمه نقطه دايره كده فوق ودايره تحت والعظمه في النص، تحس ان في فراغ هنا وفراغ هنا. لو واحد شاف الاشعه ده يقول لك ده الواد ده متشخرم، ده عظمه بص ده 3 حتت. لا بص يا عسل، هو 3 حتت بس عشان الغضروف ما هوش باين، ما بيبانش في الاشعه. انما بعد سن 21 سنه لو عملت اشعه هتلاقي عظمه. في ناس ممكن تطول بعد سن 21 سنه، في ناس بتفضل تطول بعد سن 21 سنه، بتكمل طولها وتكمل نموها ونموها بيكمل. بيكون عندها مشكله في الغده النخاميه، فالهرمون عندها بيفضل يتفرز بكميه كبيره، فيحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها مرض العملاقه. من فتره كده قريبه كان في واحد جاي يزور مصر، كان تقريبا طوله 2.55 متر، بس كنا ملاحظين ان هو عملاق وماشي على ماسك عكاز بيسنده. العكاز ده ليه ماسكه؟ هو بيكون ضعيف جدا، شكله قوي جدا جدا جدا، بس انت لو زقته كده هتوقعه. ودايما عمرهم ما بيطولش، يعني عمرهم بيبقى من سن 30 ل 35 سنه. طيب نسال سؤال مهم دلوقتي، احنا كده اتفقنا ان الغضروف بيخلص عند 21 سنه. الغضروف بيخلص عند 21 سنه بيختفي. طيب انا واحد النهارده جاله مرض العملاقه ده بعد سن ال 21 سنه، هل هيطول؟ كم هيطول تاني؟ السؤال هنا اجابته لا، مش هيطول، لان خلاص الغضروف اختفى. الغضروف اللي احنا اتكلمنا عنه واللي هو كان بيخليك تطول بعد سن 21 سنه اختفى، ما عادش موجود. يبقى بالتالي لو انت مرض العملاقه عندك وانت لسه ما كملتش النمو، جسمك هيفضل يكمل ويفضل يطول لان الغضروف موجود. طيب انا عديت ال 21 سنه خلاص والغضروف اختفى، جسمك مش هيبدا يطول، هيبدا بقى يعرض، العظم نفسه هيبدا يعرض. طبعا في ناس بتكون عدت ال 21 سنه ونفسها تطول شويه، فبتعمل ايه؟ انت في معظم الناس يعني بتبقى ظهرها محني شويه وجسمها مش مفرود، فيقول لك روح العب عقله او روح جيم عشان تطول. هو انت مش هتطول، بس هو انت جسمك هيتفرد فهيبان انك طولت. فانت انت انزل جيم وروح العب عقله وشد ظهرك، العب ظهر، هتلاقي ظهرك اتفرد وتحس انك طولت من 2 ل 3 سنتي. طيب الحديد اصلا بيطول ولا ما بيطول ولا بيأثر؟ بص، الحديد ولا بيطول ولا بيأثر. موضوع الطول والأسر ده الجينات بتكون وارثه من ابوك او امك او جدك، اي حد من عيلتك، انما ان هو يطولك او يأثرك ملوش اي علاقه خالص يا جماعه. طيب يا كوتش، واحد هيسالني سؤال مهم يقول لي: طب انا دلوقتي لو قبل سن النمو، انا لسه في سن النمو، عملت تحميل، مش انا كده اخلي الغضروف ده يتاكل او اخلي في تحميل على الغضروف مش هطول؟ لا، انت لو عملت تحميل قبل سن النمو ممكن يعملك هشاشه في العظام، انما ان هو ما يطولكش استحاله، ملهاش اي اساس خالص، كل دي خرافات. معانا كمان في عمليات الفتره الاخيره بدات تتعمل، كنت قارع عنها، ان هو العظمه بتاعت الرجل دي بيكسرها ويعمل زي توصيله كده فيها، بحيث ان هي بتقعد بعد كده 3 4 شهور في البيت ما بتتحركش، فبيوصل العظمه بالثانيه وبتلتئم بعد فتره وبتبان انك طولت فعلا. بس هي طبعا عمليه مكلفه وانا مش بنصح بيها الصراحه، بس هي موجوده. واحنا النهارده فهمنا ان اخر البنات في الطول 18، اخر الولاد 21، وعرفنا امتى ممكن الواحد يطول بعد 21 سنه، ازاي يطول وامتى ما يطولش، وازاي نخلي الواحد يطول من 3 ل 4 سنتي، وعرفنا برضو ان في عمليه ممكن تطولك بس اما اصلا ما بننصحش بيها. دردشنا شويه النهارده سوا مع بعض، ويا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه.
طبعا عايز اتكلم في موضوع مهم جدا، هو الناس اللي بتتابعنا والناس اللي بتعمل لنا لايك وكومنت وشير، هم دول اللي بيدعمونا، هم دول اللي بيخلونا نكمل. عايز اشكرهم طبعا جدا جدا جدا، وان شاء الله يا رب نكون بس عند حسن ظنكم. ان شاء الله الفتره الجايه نبدا نشتغل تاني ونعمل فيديوهات تاني بعون الله. ما تنساش بقى النهارده تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وشير، وما تنساش تعمل زر الجرس علشان يظهر لك كل الفيديوهات اللي هننزلها الفتره الجايه اول باول. ان شاء الله اشوفكم قريب في حلقه جديده. السلام عليكم.